السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ونبينا رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم آمن روعاتنا، اللهم استر عيوبنا عن كل خلقك يا أرحم الراحمين. اللهم استر عيوبنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم احسن خواتيم أعمالنا، اللهم لا تشمت فينا أحدا من خلقك يا أرحم الراحمين، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، وآمن روعاتنا واعف عنا وعافنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح أمتنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. رب اغفر وارحم واعفو وتكرم وتجاوز عما تعلم. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم استر عيوبنا عن كل خلقك في الدنيا وفي الآخرة يا أرحم الراحمين. آمين آمين. اللهم استجب لنا ولكل الصحبة ولمشاهدينا ولأحبابنا ولكل المصريين والمسلمين والعرب وفي كل مكان يا رب إن شاء الله. الحقيقة الواحد دايما لا ينسى هذا الدعاء، لأن الحقيقة يمكن من الحاجات اللي بتؤرق الإنسان دلوقتي إن في شوية كده دوشة، وفي بعض يمكن الناس اللي ما تعرفش إن من خلق المسلم إن يستر على أخوه المسلم. يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما بيقول من ستر أخاه المسلم ستره الله يوم القيامة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا يا أرحم الراحمين. طبعا كلنا عارفين إن خلق الإسلام يعني مليان كله بالفضل ومليان كله بالخير، ومن الخلق فعلا اللي الإنسان لا يتتبع عورات الناس، إن المسلم أو الإنسان السوي لا يشمت في فضيحة، لا يتحسس ويترقب كده ويتجسس، بحيث إن هو فعلا أي خبر مش موثق أو ما مش يعني مش متأكد من صحته أو مش متبين ما ينشروش ما يقولوش. لأن الحقيقة يعني وإحنا يمكن خصوصا في هذا الوقت من في بلدنا محتاجين إن إحنا نتروى، محتاجين إن إحنا نستر، لأن ديننا فعلا دين الخلق دين الستر الجميل. ما بنقولش نستر على لا قدر الله على يعني أخطاء، ولا أخطاء كبيرة أو إيذاء أو يعني شيء في فحشة أو في، لا بالعكس، بس يعني نتبين، لأن يمكن من الحاجات اللي في هذا العصر اللي احنا عارفينها التكنولوجيا والفيسبوك والإنترنت والحاجات دي. فالحقيقة أنا يمكن مش بجيد قوي إن أنا أقعد أترصد في المواقع اللي فيها الكلام ده، لكن بسمع كتير بيشتكوا يقولوا إن هو المواقع دي الحقيقة فيها كثير من مش النميمة ولا لا، ده بالعكس بيبقى أحيانا بهتان، إن الناس تتصيد أخطاء بعض، إن الناس تجري وراء الشائعات والشتايم والفضائح، ويعني وممكن يبقوا أصدقاء، ومن باب يمكن الدعابة إن هم مثلا يصوروا حاجات كده يعني ما ينفعش إنها يعني ما يبقاش في أمن ولا أمان لصداقات، إن يبقى تشوف لقطات كده لبعض وبعدين تنشرها في المواقع دي. الحقيقة في حاجات كتيرة سمعت عنها، لكن برضو المفروض شبابنا ومفروض أولادنا ومفروض الناس الطيبين ما يبقاش ده من ضمن سلوكهم. عشان كده قلنا النهاردة في الصحبة نناقش الستر، معناه إيه الستر وإيه حدوده
وهل كده نستر على أي حاجة كده، ولا برضو في حاجات المفروض إن احنا من السيرة ومن السنة إن احنا نتغاضى عنها، وإن احنا ما نتبعهاش، وإن احنا ما نحاولش إن احنا ننشرها، ولا نحاول إن احنا يعني إيه نلقي عليها الضوء، بحيث إنها تاخد من وقتنا وتاخد من حسناتنا أيضا. لأن الإنسان لما بيشوف أي موقف مثلا ومستاهل إن هو يعني يبقى مع صديق، مع جار، مع أي حد حتى ممكن ما يعرفوش، في موقف محتاج منه النصيحة يقول له النصيحة، لأن حتى النصيحة العلنية فضيحة والعياذ بالله. فما نتجسس، ما نتحسس الشائعات ونبتدي نركز عليها. يعني هو باب كبير قوي الحقيقة، ومحتاج مننا أولا لتوضيح ايه الحاجه اللي نسترها وايه الحاجات اللي احنا فعلا نذيعها. لان الانسان لما بيقرا في السيره بيلاقي مواقف كتيره ناس بتخطا في حق نفسها اولا، وبعدين حتى كتير يعني عارفين طبعا الغامديه لما راحت اعترفت بذنبها، لما الماعز لما راح برضو اعترف لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وقال له انه زنى، فسيدنا النبي اعرض عنه اول مره، راح له تاني مره، ثالث مره، فكان لازم بقى يقيم عليه الحد. فسبحان الله احد الصحابه يعني ايه قال كلمه كده، تفوه بكلمه، فقال له والله لو سترت عليه لكان ذلك افضل، وكان ده يبقى في ميزان حسناتك. فالمهم يعني هنشوف ديننا بيقول ايه وخلقنا بيقول ايه، واحنا كصحبه حلوه نبتدي نتنبه لايه. هنستضيف طبعا شخصيتين الحقيقه، يعني استاذه فاضلة الست نعمة، الدكتورة نعمة عبد الله، دي باحثة والحقيقة يعني بتربطني بيها صداقة لأنها ست فاضلة وعلى علم، ولها في المسائل اللي يعني النفسية والاجتماعية واهتمامها بهذا المجال مجال واسع كبير جدا بالنسبة للأسرة ومشاكل الأسرة والمجتمع. يعني إن شاء الله هنستفيد بعلمها. وكذلك أستاذنا الفاضل العالم الجليل فضيلة الدكتور أحمد هليل، يعني عضو اتحاد علماء المسلمين، واللي برضو بأشرف إن أنا الحقيقة يعني سافرت معاه، وهو كان له نشاط كبير في أوروبا وفي ألمانيا بالذات. فالحقيقة يعني إن شاء الله هنشرف بصحبة الناس الطيبين بعلمهم وبخبرتهم، وهنتكلم سوا ونقول هو الستر إيه، الحاجات اللي نستر عليها، وإيه الحاجات فعلا اللي نذيعها، وإيه الحاجات اللي نعرض عنها، وإيه الحاجات المفروض يعني نحاول نعالجها من غير فضايح ولا شتايم ولا كده، يعني نتربص ببعض. ربنا يستر عورتنا ويأمن روعتنا ويستر عيوبنا يا رب. اللهم استر عيوبنا يا رب في الدنيا والآخرة إن شاء الله. كده هذا اللقاء إن شاء الله بعد هذه الاستراحة نعود لكم ونتكلم في هذه الجوانب ونسعد بيكم ثانية. تفضلوا. بنحيي طبعا ضيوفنا اللي شرفونا وربنا ينفعنا بعلمهم ان شاء الله وباخلاصهم، استاذتنا الدكتوره نعمه عبد الله وفضيله الشيخ العلامه اللي يعني الحقيقه يعني شرفت برحلات عديده معاه واثره الطيب في اوروبا كلها وفي المانيا بالذات بصراحه. الله يعزك يا سيدنا، الله يعزكم جميعا. طبعا الموضوع النهارده يمكن ايه عايز تحديد معالم، لان الناس بتتخيل لما نقول لهم نستر متخيلين ان احنا ممكن نستر لا قدر الله على يعني على شيء يؤذي بلدنا او شيء مثلا فضايح يعني مش خطا او خطا او نبرر مواقف ما يجيبش السكوت عنها. لكن احنا بنتكلم هنا عن الستر اللي احنا المصريين يمكن يعني كانوا بيتسموا بيه، حتة العيب وحتة ما يصحش ان احنا نتتبع عورات الناس، ان احنا قدر المستطاع ان احنا حتى لو شفنا خطأ ان احنا نسارع بعلاجه مش اشهاره والتشفي كده. فمعرفش يمكن يعني مذاق التعامل كده اختلف يمكن اليومين دول، فمش عارفة طبعا تبريره ايه. نبتدي بكلاكوما يعني اصحاب فضل، نسمع رأي الدين الاول. طبعا طبعا طبعا. تفضل يا مولانا. لا يسبق الدين احد. تفضل حضرتك. ايوه ان شاء الله ربنا يرفع قدركم يا رب ويوسع. امين امين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته اجمعين. طبعا أنا أبدي سعادتي الباهرة
بالمشاركه مع حضرتك في هذا البرنامج، وشرفت بمعرفتك. الله يعزك ويرفع قدرك. وهي معنا عضوة في الاتحاد العالمي، الحمد لله ربنا يبارك فيها ان شاء الله. والموضوع اللي حضرتك بتكلمي فيه نحن بحاجه اليه يعني على وجه الدوام. تمام. يعني ربما لا تكفيه حلقه، ينبغي ان نذكر به بصفه دائمه موضوع الستر، نسال الله ان يسترنا في الدنيا والاخره. آمين. احنا عايزين في البدايه نحدث الناس ان الانسان بشر، والبشر من طبيعته الخطأ. دي طبيعة فيه لا ينفك عنها أبدا، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام يتحدث بهذا العموم وبهذا الإطلاق ويقول كل بني آدم خطأ. لفظة كل تدل على أن الخطأ وارد من الجميع، من جميع الناس، واستثنى النبي عليه الصلاة والسلام فئة معينة نسأل الله أن يجعلنا منها. قال وخير الخطائين التوابون. التواب هنا ليس معناه الذي يتوب إلى الله عز وجل وفقط، إنما التواب بمعنى الذي يرجع عن الخطأ، يتوب عن هذا، تعرفه خطأه فيعرفه ويعترف به ويتركه أو يبعد عنه. فإحنا بنتعامل مع المجتمع البشري اللي فيه الأخطاء، يعني كأنها أصل فيه. حتى في بعض الأحاديث لو لم تذنبوا لأذهبكم الله عز وجل، وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. يا الله، يعني تصوري، يعني معناها لن تكونوا ملائكة. سبحان الله. لن تكونوا ملائكة لأن الله عز وجل أرادنا بشرا. أنا أتحدث هذا حتى نعرف أننا نتعامل مع أناس يرد منهم الخطأ، وأن الستر على هذا الخطأ هو إلى جوار كونه خلق إسلامي، إلا أنه منهج حضاري واجتماعي. ليه؟ لأن حضرتك إذا معنى الستر هذا نوع من الغطاء. تمام. بتغطي الإنسان اللي عنده سوءة أو عورة أو خطأ أو زلة، وإحنا اتفقنا أن الناس كلها واردة منها الأخطاء. لما حضرتك بتغطيه أو بتستريه، أنت تقربي إليه العودة، لأن كشف الغطاء كشف المستور خلاص مستباح. خلاص. أنت عارف حضرتك العلماء يقولون إيه الحكمة في مشروعية التوبة؟ لماذا شرع الله التوبة؟ وربنا ده غني سبحانه وتعالى، كريم سبحانه وتعالى. بمعنى لو واحد عمل في حقه خطأ يتركه خلاص. يعني احنا في حقنا البشر لو واحد اخطا في حق انسان، ومع ان عندهم علاقه طويله جدا، ربما يقاطعه الى يوم القيامه يقول له لا اتكلم معك واحنا بشر، فكيف بالله عز وجل؟ لكن الله سبحانه وتعالى وهو العلي الكبير القادر المنتقم مع هذا يشرع التوبه. لماذا؟ لانه يريد الخير للبشريه. لو لم يفتح ربنا باب التوبه كان الذي يحدث منه خطا معين ويدرك انه قد انتهى يعمل ايه؟ يتمادى. شفت حضرتك الرجل الذي قتل 99 نفسا لما ذهب الى الرجل وقال له هل لي من توبه؟ قال له لا توبه لك. عمل ايه؟ كمل عليه، كمل عليه. ما هو خلاص بقى انا مش تايب انا رايح النار، رايح النار. انت عارف حضرتك ولله المثل الاعلى، لو في موظف هيفصلوه من العمل علشان مره جه متاخر 5 دقائق، فيخرج بقى لو هو خارج من الشركه يخرب يكسر يشد ايه، ما خلاص انتوا خرجتوني. انما لو اعطيت له الفرصه للاصلاح والناس يعني تعاملوا معه على انه انسان. موضوع الستر يعني فلسفة إسلامية رائعة، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعونا إليه بهذه الطريقة الرائعة. يقول ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. عارف حضرتك معناها إيه؟ يعني معناها اوعى تنسى نفسك. أنت النهاردة بتتحدث عنه، ولكنك أنت أيضا مليء بالعيوب ومليء بالأخطاء وترتكب الزلات، فإذا سترته سيهيئ الله عز وجل لك من يسترك، لأنك قد تخطئ وقد يعني تقع منك الأخطاء والزلات. سبحان الله. نعم. سبحان الله. أستاذتنا التركيبة بقى بتاعتنا بتاعت المجتمع دلوقتي. نعم. حضرتك يمكن شايفة فيها بعض من التشفي، يمكن بعض من نشر الفضايح والحاجات دي، خصوصا يعني هو التكنولوجيا الجديدة دي جاية عشان ننتفع بيها، جاية عشان سبحان الله نستخدمها الاستخدام الطيب الجميل، ان احنا نتصل بالخير ونتعلم، وولادنا سبحان الله يفتحوا المواقع الطيبة الخيرة عشان يزدادوا علما. لكن انا بسمع ان يعني البعض، مش عايزه اعمم طبعا لان التعميم مش طيب، بسمع ان من خلال المواقع دي او من خلال النت والتويتر والحاجات دي، ان يعني بيبقى فيه كلام لا يليق اطلاقا في مجتمع كتير فاضل. كتير. تتفضلي حضرتك. هقول لحضرتك للاسف الشديد احنا مع زي ما بيقولوا ايه المرجعيه الجديده اللي اصبحت بتعم العالم ووصلت لغايه عندنا، ما بقاش حد وهو قبل ما يتصرف يفكر هل ده يرضي الله ولا ما يرضيهوش.
أصبحت الناس بتفكر وللأسف الإعلام بيشجع إن الحقنا بالخبر السخن، الحقنا بلقطة تخلي فيه دخول وبالتالي تجيب فلوس. سبحان الله. من غير ما يتبين خالص حضرتك تبين. دلوقتي كل واحد معاه محمول، ربنا قال فتبينوا. لو كل واحد معاه محمول حضرتك، لا مش بس تبينوا، احيانا لو احنا قاعدين مع بعض في جلسة عائلية او جلسة، يعني انا لا اتصور ان في حد بيتجسس علينا فيها، وقلنا حاجة او عملنا حاجة بشكل تلقائي او طبيعي، لو حد صورها ونزلها على الانترنت، احنا كنا بنتصرف في مكان خاص. تمام. مش مفترض انه ان بقيه الناس يعني هتفضحنا. لكن هي اصبحت سمه، لان يعني زي ما بيقولوا ايه، الخبر مش ان كلب عض بني ادم، لا بني ادم عض كلب. فاحنا لما نصور مثلا حد مش عارفه قاعد عمل مش عارفه بياكل ايه ولا وقع منه ايه، الناس بقى ايه، الناس هتهتم انها تشوفها، مش هتهتم تشوفها. الخبر رجع تاني الان، بقيت برضو كلب عض بني ادم. لان البني ادم بقيت اصلا بيعض. سبحان الله. رجع تاني. هي الفكره كلها ان مع زي ما بيقولوا كده، يعني نوع من السعره شويه على المال او الشهره، فاصبحت الناس بتحاول تصل اليها باي ثمن. ده على المجتمع الكبير اللي حضرتك كنت بتتكلمي فيه على الانترنت. لكن احنا عندنا آية واضحة جدا وصريحة جدا وجميلة جدا. ولا تجسسوا. احنا حضرتك يعني لو بنسمع او بنشوف او اي حاجة، نحب نطقص ورا الموضوع عشان نعرف في ايه. وانا اقسم عليها اقسم عليها اقسم عليها، ما تجسس احد الا لما لقي حاجة، لقى حاجة تضايقه او تشينه او فيها اذية. سبحان الله. لان سبحان الله، يعني البني ادم، يعني فضيله الشيخ كان بيتكلم على ان الستر اصل من الاصول عندنا. بالتاكيد حضرتك وهو حضرتك ادرى وهو ادرى مني. اللي بيقذف محصنه، يا مش لان هو ربنا ما قالش عليه كذاب على فكره. قد يكون صادق، وقد تكون هذه المراه او هذه المحصنه ارتكبت شيئا ما، ربنا ما قالش عليه كذاب، بس قال ما تقولهاش عشان ما تشيعش الفحشاء، عشان الناس ما تستسهلش. لما احنا نبقى في مجتمع كل يوم والتاني حكايه، وناس البعض كان حاططهم في مراتب عليا، او ناس الواحد بيبص لهم باحترام شديد، وانا اجي اكشف عوره، ومن منا بلا عوره؟ يعني من منا بلا عوره؟ انا اجي اكشف عنه عوره، طيب ما انا بخلي اجيال كتيره طالعه تقول ادي هم مثلا اللي كذا وبيعمل كذا، وبالتالي احنا فقدنا القدوه، فقدنا الكبير، فقدنا الاحترام. حضرتك مش متصورة حكاية ان الناس لا تستر على بعض الاخطاء. حضرتك في البداية قلت كلمة جميلة، ان الستر مش معناها ان انا اعمل حاجة تخرب الوطن، لا طبعا. طبعا. لكن بيبقى في حاجات شخصية لن تضر احد ولن تنفع احد، معرفة ومش لن تقدم ولن تؤخر، بالعكس ده يعني هتتسبب في مشاكل يعني لا قوة إلا بالله. سواء كانت بقى هذه المشاكل إن هذا الشخص إن كان له مقام أو كان له احترام بيهز الصورة، إن كان هذا شيء خاص جدا، أحيانا الناس بتفاجأ إنها كانت قاعدة في احتفال عائلي، في احتفال أسري مع أصدقاء، وكل اللي قالوه أو عملوه طلع يعني متصور. فكل ده بيخلي المجتمع كله مفكوك حضرتك، المجتمع كله محلول. سبحان الله. لسبب بسيط، إن إيه ما الناس بتعمل، ما غير ما بيكون المجتمع بقى مستباح، محافظ حضرتك على زي ما بيقولوا ايه، كرامة الانسان. تمام. وتصرفات الانسان وخصوصيات الانسان وخصوصيات الانسان ومكانة الانسان. اكيد ده بيرجع يشيع الاحترام، واحنا مع اشاعة الاحترام بتشيع معها المحبة، ومع اشاعة المحبة بتبتدي الناس تتعاطف وتتكاتف، ونرجع مجتمع حضرتك بالزبط. نرجع بالظبط. احنا الحقيقه برضه هنشوف كده تقرير يوضح لنا الصوره اكتر، ونشوف راي الناس بتقول ايه. اتفضلوا. بما ان انا كليه فنون جميله، فاول فضيحه بالنسبه لي بتخطر على بالي بتكون ان انا بص دلوقتي الاقي معظم الاسلاميين اول ما بيشوفوني يقولوا لي رسم، نحت، تماثيل، حرام. يا جماعه في حاجه اسمها حكمه، انا مش بحاول ان انا اتجمل، انا ببص لجمال ربنا وبطلع منه. والله انت اول ما قلتي كلمه الستر اول حاجه جت في بالي هو رضا ربنا. اكتر حاجه ممكن تفضيحها ان ما يبقاش فيه نخوه،
ما بقاش فيه رجوله، ما بقاش فيه شهامه، دي اكتر حاجه ممكن تزعج بنت. ربنا يسترها معايا في كل حاجه، كل حاجه سيئه بتعتبر فضيحه، اذا كان معرفه ولا كده اسطر عليه بقدر الامكان، ما يخصنيش في حاجه وعارفه انه بطال، انا مع اللي هو يفضحه افضح انا رخ. لو ماشي على طريق بتقول يا رب استر عشان اوصل بالسلامه، طبعا لو عندك اولاد يا رب استر على اولادي وربنا يخليهم لي، دايما كلمه الستر موجوده اكيد في حياتنا كل يوم. طبعا يعني احنا لو خدناها بمفهوم الشرفي عندنا في مصر، لا بالنسبه للبنات يعني الستر انك لما تصحي الصبح وتلقي نفسك عندك عيون بتبصي بيها، عندك رجلين بتمشي بيها، اولادك الحمد لله جوزك بخير وأهل بيتك بخير، دي نعمة من عند الله. عدم العوزة والاحتياج يعني، فالواحد ربنا يسترني. اللهم استرنا بسترك الجميل. فعلا الدعوة الجميلة دي، ربنا يسترنا بستر الجميل إن شاء الله كده، ويستر كده أهلينا وبلدنا إن شاء الله. لكن أنا بؤكد على معنى بقى طبعا حضرتك أكدتولي وأستاذنا فضيلة الشيخ أكده، إن إحنا مش بنستر إطلاقا على انحرافات في يعني ولكن إحنا زي ما مولانا ذكرنا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام إن كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فإحنا بنشوف تعاملاتنا مع بعض كمجتمع، مجتمع كان بيتسم بالحياة وبيتسم بسبحان الله كده فعلا، يعني حتى الأمهات كانت دايما تدعي كده لأولادها يا بنتي ربنا يسترها معاك في الدنيا والآخرة، روح إن شاء الله ربنا يوفقك إن شاء الله، ويعني حتى التوفيق ده برضو نوع من الستر يعني، لما ربنا سبحانه وتعالى بيستر إنسان أو بيوفقه في موقف إنه يعني الحمد لله مر إيه مرور الكرام. أيوة طب رأي حضرتك اتفضلي. ما أنا بقول لحضرتك هي الستر شيء يعني، هنا في حد ضرب مثال قال لك الستر إن الواحد يبقى معاه الفلوس اللي تكفيه، او هي هو الستر في كل المعاني. فرضنا ان مثلا انا داخله، كان زمان الجار والجار لو جاره طب عليها ضيوف فجاه وما عندهاش حاجه وجارتها عندها، كانت بتناولها لها ده كاكيني كده زي بيقولوا ايه، سترتيني قدام الضيف. فتخيل حتى مشهور القطقم يقول لك بعت جابت الطقم، لو نعكسها بقى النهارده حضرتك لو نعكسها انها مثلا دخل لها ضيف وعرفت ان ما كانش عندها حاجه تقدمها، وتعمل بقى حدوته في العماره كلها، بصي ده زاروها وما عرفتش تقدم، وده كلها علبه عصير. تخيل بقى حضرتك شكل العلاقه يعني، مش بحيك الستر لغايه فين يعني، كان الانسان يحب اخوه الانسان او جاره او قريبه، الجيرة الجميلة. النهارده ده مش موجود، النهارده احنا بنتصيد لبعض الاخطاء. لا هو عشان موجود نتكلم، بس يعني ما بقاش موجود الحمد لله. ما احنا ما نقدرش نعمم، هو دايما في ناس محترمه في كل مكان، ودايما في ناس طيبه يعني. انا في كل ربنا رزقني الحمد لله جيره جميله قوي، لا انكرها بسم الله ما شاء الله عليهم يعني، ربنا يزيدنا. دايما في ناس حضرتك كويسه، ان التعميم في حد ذاته خطا، مفيش في الدنيا حاجه تمام. لكن احنا بنتكلم على الاغلب الموجود، احنا بنتصيد لبعض الاخطاء، وده بيعمل مشاعر سيئه. احنا بنخبي عن بعض الحاجه، لحسن لو وريتها لاختي هتحسدني او لصاحبتي، وده سبحان الله يعني ما اصابك لم يكن ليخطئك، وما يعني مش ممكن. لكن ده بيعمل نوع من المشاعر السيئة في المجتمع. والمشاعر السيئة لا تنتج مجتمعا منتجا. المشاعر السيئة تخلي مجتمع خايف من بعضه، مجتمع بيبعد عن بعضه، متربص بالظبط كده. ما هو انا مستنية لفلانة على غلطة عشان خاطر اعمل لها حكاية، وهي مستنياني اقول حاجة ومش لازم زي ما كان الاستاذ بيقول شرف بالحقيقة، لغاية عندي ضيف وما عنديش حاجة اقدمها له مثلا، او كان مثلا لابسة هدوم وعرفت ان انا بقى مشتريها من حاجة، لا ده راحت جابتها مثلا مستعملة من حتة فلانية. كل الحاجات دي بيلزمها ستر. تمام. والناس تكبر ببعضها. دي حضرتك تصوري حضرتك، ويمكن مولانا يبقى عارف احسن مني. المجتمعات ارقى المجتمعات الاوروبيه اللي هم الدول الاسكندنافيه، هم ليه راقيين قوي كده؟ لان هم عايشين على التعاون والمحبه. يعني هم تقريبا ما بيحتاجوش الحكومات في حاجه، هم بيساعدوا بعض في كل حاجه، بيعطوا بعض كل حاجه، بيتشاركوا في كل حاجه. ده بيوفر فلوس وبيوفر جهد وبيخلق جو محبه، الناس تبقى سعيده وهي. يعني انا لما انزل اروح شغلي او اروح مكتب او اروح حتى مصلحه حكوميه اقضي، ببقى نازله وانا اقول ايه استر يا رب. ليه؟ أيوة. لان انا خايفه من الموظف يقول لي حاجه او يضيع لي الورقه او ما يساعدنيش، او انا رايح المكتب وشغلي المدير وزمايلي. تخيلي بقى حضرتك لما نعكسها، وانا عارفه ان انا رايحه على ناس بتحبني تمام، ولو انا كان صدر مني خطا ما في ورقه ما 100 واحد هيقول لي خلي بالك تعالي. حتى المدير لو عرف
تخيلي بقى حضرتك هذه الروح الجميله لما تنتشر بالظبط بيبقى المردود بتاعها ايه. تمام. هو طبعا حضرتك ذكرتي المجتمعات الاوروبيه والاسكندنافيه والحاجات دي كلها، بس مولانا برضه يقدر يكلمنا لان حضرتك عشت في هذه البلاد مسافه طويله. طبعا انا عايز اكلم حضرتك في ثلاث نقاط في موضوع الستر ده. ربما النقطه الاولى ان الحديث في اعراض الناس وقضايا الناس الخاصه من أخطر آفات اللسان، والنبي عليه الصلاة والسلام اعتبر اللسان هذا من أخطر الجوارح في الإنسان. أيه. يعني حتى إنه قال لسيدنا معاذ رضي الله عنه كف عليك هذا أو أمسك عليك هذا، فتعجب سيدنا معاذ رضي الله عنه. تصور أيه. نحن سنحسب على ما نفعل الشيء المادي الذي يحدث منا، فقال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. هو احنا هنتحاسب حتى على الكلمة؟ على الكلام. وهو مش عارف ان الكلمة دي فعلا خطيرة جدا. كم من الكلمات خربت بيوتا، شتتت أسرا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ثكلتك أمك يا معاذ، يعني انت فين؟ انت مش واخد بالك ولا؟ وهل يكب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخيرهم الا حصائد ألسنتهم؟ يعني معناها هو هيودي الناس في داهية الا اللسان. حتى ان سيدنا لقمان الحكيم لما سألوه في حكمه قالوا له اذبح لنا شاة واتنا بأطيب ما فيها، فأتى باللسان والقلب. قالوا له طب اذبح شاة واتنا بأخبث ما فيها، فأتى باللسان والقلب. صح. لما سألوه قال إن طاب طابت وإن خبث خبثت. الإنسان هذا حتى في الأثر المرء مخبوء تحت لسانه. يعني شوف حضرتك، تشوف في واحد كان سيدنا عمر يقول إني لأرى الرجل فأتهيبه أعمل له هيبة واحترام، أول ما يتكلم يقول لي شفت فلانة يا نهار أبيض، هو أنت شفت امبارح الصورة اللي ما أعرفش إيه فتحت على يبين التفاهة بقى. يعني هو أنت كده الحجم الكبير اللي أنا كنت خايف أتكلم معاك وأعمل لك هيبة. فموضوع اللسان موضوع خطير جدا، قد يضيع أعمالنا ويحبط أعمالنا ويضيع حسناتنا. لذلك العلماء يقولون ربنا سبحانه وتعالى يقول ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، جعل الله شفتين للسان عشان تحكم حتى يطبق الإنسان يعمل له رقبة. ومن علامات الإيمان أن المؤمن يجعل لسانه خلف عقله، يعني الكلمة قبل ما تخرج تدخل في الكنترول، رايحة فين هتفيد هو إيه. هو مش كان إيه؟ سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان يقال أنه كان بيحط يعني زي حصواية كده ولا في لسانه عشان خاطر قبل ما يتكلم. صحيح. يعني إيه يتريى. دخل عليه سيدنا عمر وجده أخرج لسانه بيضرب فيه كمان، قال له ماذا تفعل يا خليفة رسول الله؟ قال له دعني عمر فهذا أوردني الملك، سيبني أحسبه. وده سيدنا أبو بكر أبو بكر كله ذكر وكله كان بيحط زلطة كده، تخيلي زلطة كده كتير عشان ايوه النقطه الثانيه ذكرتها الدكتوره ودي في الحقيقه في غايه الاهميه. ايوه. احنا في المجتمع بنعيش شخصيات متعدده، انا في البيت غير في الجامع غير في الشارع غير مع الناس في الحزن وغير مع الناس في الفرح، فانت لا تلحقني. كان سيدنا عمر رضي الله عنه يقول مقاله رائعه جدا، يقول يعجبني الرجل في اهله صبيا يعني عيل. أيوة. انا في بيتي عيل، انا الشيخ احمد ده اللي الناس كلها بتنتظر تاخد منه فتوى. وكان سيدنا النبي لما بروح إيه البيت الحسن والحسين سبحان لما الله لما بروح البيت بخلع عمامتي واخلع أيوة. عبيتي والعب مع بنتي واداعب الولد أيوة. وممكن ازعج العيل شويه، فدي صوره خاصه في البيت. تمام. قال يعجبني الرجل في اهله صبيا فاذا خرج الى الناس كان رجلا. تمام. يعني يواجه المواقف بما نسبه. لماذا نقتحم على الناس بقى القضايا الخاصه؟ تمام. في بيوتهم يقول لك احنا رايناه في البيت بيعمل كده، ما هو ده بيته. طبعا. لماذا جعل الله لنا البيوت؟ لو كانت القضيه كده سبهلنا مستباحه كان ربنا ما جعلش بيوت وكانت الناس تعيش في كما هي في الخلق. ابدا. البيوت ستر ووقاية، فلا بد أن نحترم خصوصيات الناس وألا ندخل عليهم بيوتهم. والقصة بتاعت سيدنا عمر مع الرجل أيوة. الشهيرة لما قال له رأيتك تشرب خمرة قال له أنا عملت حمل عاملة وأنت عملت ثلاثة. أيوة. يعني أنت إيه أنت اللي يجيبك البيت عادي. ليس معنى ذلك أننا نقر ما يحدث في البيت من أخطاء، وإنما داخل البيت سيحاسبهم رب البيت. تمام. إنما إحنا بنتحدث عن الشارع عن المجتمع علشان نراعي السلوكيات العامة. الأمر الثالث واللي حضرتك سألتيه، أنا كنت في ألمانيا. أيوة. أشوف طبعا أنت عارفة المآسي هناك كثيرة جدا. سبحان الله. فجأة يتصل بي واحد بأخي يقول لي يا شيخ نعم البنت هربت من البيت، لا إله إلا الله، الواد طفش من البيت. أنت عارفة الحياة صعبة على الأولاد والضغوطات شديدة جدا. والله يا حجة بدون مبالغة كنت أبحث في المسجد في المركز الإسلامي وأقول فلان هذا الذي هربت ابنته، أسأل إيه السبب. أحد الأسباب والله بدون مبالغة في مرة واثنين وعشر مرات أسمع أن هذا الرجل في المسجد صحيح بيجي يصلي لكن لسانه لم يسلم منه احد، لا حول ولا قوه الا بالله. فهذه عقوبه.
من الله عز وجل. طول ما هو جالس يقول لك فلان ده ما عرفش اشترى سيارات، يبدو بيعمل مش عارف فلان ده كان ماشي. واحنا شوفي شوفي التدرج العجيب. الاسلام بيقول لو انا شفت فلانه بشخصها وعينها في مكان ما غير جيد تاكدت انها تمام، مطلوب ان انا استر. ده يجي يقول لك انا شفت كانها فلانه، يا نهار ابيض دي لو كانت هي كما هي مطالب ان تستر. ده انت لسه نعم. بتقول كانها فلانه ونيجي نحقق ما تطلعش هي تمام. ووجدت بعض الاخوه يعني متواضعين جدا ربما في المعلومات والثقافه، واولادهم محترمين الله اكبر وناجحين تمام. ومحجبات في اوروبا وحضرتك شفتيهم طبعا طبعا، كانت الصفوف طبعًا امام طبعًا حضرتك في المحاضره. اقول سبحان الله، ومع ان الاب ده يعني مش عايز اقول ما بيعرفش حاجه سبحان، وربما لا اتصور انه مره تكلم عن مع ابنته عن شيء، اسال اجد انه يحفظ لسانه الله. فانا عايز اوجه رساله اللي بيخوض في اعراض الناس ويتلمس للبراء العيب، انتقام الله عز وجل لا 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 يتأخر عليه، ربما يأتيه في نفسه في أولاده في بيته. لذلك في الحديث يفضحه الله ولو في عقر بيته أو ولو في عقر داره. فإحنا لا نريد أن نتتبع عورات الناس حتى يسلمنا الله ويسلمهم. وإحنا مطالبين إذا رأيناهم على خطأ أن نأخذ على أيديهم. سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه رأى الصحابة بيجروا ورا واحد، قال لهم رايحين فيه؟ قالوا ده مش ما انتش عارف ده عمل حاجه منجبوه. قال لهم لا تعينوا الشيطان علي. يا ستار يا رب. ده حتى النبي صلى الله عليه وسلم زي ما حضرتك ذكرتي في قصه الغامديه في المقدمه. تمام. تعرفي العلماء يقولون امهلها رسول الله حتى تضح. قالوا ولو لم ترجع ما سال عنها. تمام. ما عندناش محاضر اسمها المتابعه زي ما بيعملوا كده. أيوة. فلانه جت ولا ما جاتش حضور وانصراف. وقال لها اذهبي حتى يفطم الغلام. قالوا ولم لم ترجع ما سأل عنها، ما كانش قال امال فين البنت اللي كانت جات لنا اللي عملت المصيبة. أيوة. السودة دي. أيوة. الموضوع مجرد ما مشيت خلاص انتهى. تمام. لولا انها عادت بنفسها. واللي كان سيدنا عمر برضو كان في المسجد اظنه كان واحد عمل ريح. نعم. فهو سبحان الله كده يعني احد الصحابه قال له منقول الكل يقوم يتوضى عشان سيدنا خاطر عمر دعاله. هو سيدنا عمر هم ان يقول سبحان. أيوة. الله هم ان يقول الذي فعل هذا يخرج يتوضا، فاذا باحد الصحابه يبادر ويقول افنتوضا جميعا يا امير المؤمنين عشان تتوه العمليه. اكرمك نعم. الله. سنة عن عليه الصلاه والسلام لما صح. اكلوا لحم الجذور. نعم. بالضبط. واللي هو الحديث اللي كان برضو سترا على احد اخطا يعني. بالضبط بالضبط. انا شايفه كمان حتى ده ستر الصدقه. نعم. شوف ازاي يعني حتى كمان. نعم. في العمل الطيب. نعم. شوف جواب يعني ثوابها عند ربنا ايه. الدكتوره ذكرت كلام مهم جدا. احنا فاكرين الستر ده ان واحد عمل فاحشه ولا كده بنغطي عليه. ده الدكتوره راحت بنا الى بعد رائع جدا ان احنا نستر على بعضنا في البيوت. لو انا شفت ما عندكيش اكل ودخل عليك ضيف جاري. يعني اجري بسرعه سبحان الله. لو انا شفت يعني واحد وزوجته مش موفقين، شفت زمان كان بيقول لك روحي ربنا يهدي سرك. امين. ايوه شفتي يهدي سرك. الكلمه الرائعه الله البسيطه الله اللي جايه على الفطره يعني معناها سيحدث بينك وبين سكينة. زوجتك الكثير. أيوة. والبيوت كلها مليئه. حتى بيت النبي كان فيه وبيت الصحابه كان فيهم. انما الجمال ان كانت البيوت مستوره. أيوة. عارفه حضرتك الستر يضيق نطاق الفاحشه طبعًا. ونطاق الرذيله وانتشارها يزيدها. انا لما اعرف ان النهارده بقرا في الجريده فلان عمل كذا، يا نهار ابيض فلان ده اللي كان في نظري حاجه كبيره عمل ده، انا بقى اعمل بقى اكتر منه. ولما يبقى طفل صغير متصور ان فضيله الشيخ فلان العالم العلامه اللي هو قدوه، ده مره حصل منه ايه؟ عارفه تهون عليه المعصيه. ما فيش بقى يبقى قدوه، ما فيش يبقى الرموز تكسر بتاعتنا الرموز. وتهدم. القران يقول لا يحب الله الجهر بالسوء الا من القول الا من ظلم. لماذا لا يحب الله الجهر بالسوء؟ ليه؟ لان السوء لما انا اجهر به، وده انا اول ما رجعت من المانيا اولادي ما كانوش يعرفوا الشتايم الموجوده، ما يعرفوهاش خالص. الوالدي عاشوا هناك فتره واحنا قعدنا قرابه 15 سنه ما نجيش تقريبا. فالوالد يجي يقول لي الولد فلان قال لي كذا، يقول كلمه فظيعه ما يعرفوهاش. ما تتقالش دي كلمه، ما تتقالش دي خطيره. سبحان الله. فبدا شويه يجي يقول لي حتى الحديث حلو، الولد قال لي يعني حاجه من اللي انت بتقول ما تتقالش دي. فشوفي حضرتك مع الوقت الله اكبر يتعود الناس. شوفي لما الانسان يبقى عفيف اللسان عفه اللسان دي سبحان الله. ربنا سبحان الله يا رب. يا رب بيوتنا ونسائنا واحوالنا جميعا. امين امين امين. ده انا بقول لحضرتك كمان يعني الستر في حاله العمل الخير، لما انسان يتصدق على انسان. صحيح. وفعلا زي ما الحديث برضو بي بي يعني بي بي بيستحسن هذا ان الانسان يعني ايديه اليمين. انت عارفه حضرتك العلماء بعض الناس يظن ان ديك عشان الاخلاص وبس. يعني
حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ده عشان انا اكون مخلص. لا ده احد الاهداف ستر الذي ياخذ. الله اكبر. ده ستر الذي ياخذ مش ستر الذي يعطي. مش انا عايز اقول انتوا عارفين فلان اللي جالي امبارح ده مثلا ده كان مش عارف كان عايز مش عارف ايه، والحمد لله ربنا قدرنا على الخير وعملنا معاه الواجب. لا يعني انا فعلا كان اخواننا المغاربه عندهم قصه ظريفه، يقول لي واحد كان مره معزوم في عزومه وبعدين بيفوت على واحد قال له تيجي معايا، قال له ما اقدرش اجي معاك ده جلابيته، قال له لا انا اديك جلابيه اديك جلابيه محترمه، فاداله الجلابية وراحوا في العزومة، فهو قاعد يقول له بس خلي بالك من الجلابية. ايوه ايوه اوعى تجيب عليها نقطة زيت، اوعى مش عارف يعني بدل ما فضح. شفت ازاي فضحوا في الحقيقة. كان يمكن الوالد رحمة الله عليه كان مشهود له يقول لك كان بيعلمنا أدب الصدقة. نعم. أدب الصدقة إنه كان محدش يدخل بيتنا الحقيقة إلا لما يهديه مصحف. نعم. فأدركنا بعد كده إن ممكن المجلس بيبقى فيه رقيق الحال وبيبقى فيه من علية القوم وفيه الناس فالكل بياخد مصحف، لكن اكتشفنا بعد كده ان بالنسبه للبسطاء او كان يحط الصدقه الظرف داخل المصحف بحيث انه بيهدي قدام العالم كده سبحان الله بعزه، ويتلقاها السائل كده من غير ما يجرح شعوره ولا حاجه. زين العابدين لم يروا انه كان يطعم المدينه الا بعد موته سبحان الله. يعني شوف كل ليله يروح بالراحه بالليل، احنا الان مش بالراحه، ده احنا بنكتب على الفيسبوك مش كده ذهب فضيله الشيخ فلان الى فلان الفلاني واعطى له 100 جنيه وال100 كان رقمها كذا، وواحد يصورها ويطلعها على الفيسبوك عشان تتاكدوا سبحان الله. اصبحنا احنا بحاجه فعلا الى العلاج، اعاده صياغه المسائل دي كلها. هو ده اساسا حضراتكم، هو ده اللي عمل يعني احنا كلنا بنشكو من الفساد او من سوء في المجتمع او ما حدش مرتاح او عمالين نقول عايزين نصلحه. هي من الحاجات البسيطه رفيعه، يعني مولانا قال على ان فعلا يعني اخفاء الصدقه من اليمين لليسار على فكره مش للانسان نفسه. أيوة. هي للي اخذ ستر. فانا لما حضرتك بنتعامل مع احد رقيق الحال او فقير او حتى لو هو كان جاي ومش في باله قوي انه هيتستر او هيحترم. أيوة. لما انا احترمه واعامله بالحسنى هو يعني انا لما احترم حد هو هيبتدي يعامل نفسه ويعامل الناس على انه شخص محترم. بالزبط. ده بيرفع. احنا احيانا بنشكو انه يقول ايه لا الناس بقى عندها نداله، الناس بقى عندها ده من احنا واحنا طريقه معاملتنا. لما انا ارفع من قدره واعامله باحترام هو هيتعلم يبقى محترم. لما يكون حد يعني بيعمل حاجه او حد حتى سيء مجرم زي اللي قتل ال99 لكن لو انا يعني حتى لو انا عرفت واخفيت ان انا اعرف عوراته واعرف عيوبه واتكلمت معاه على انك بسم الله ما شاء الله ده انا شايف انك انت هتبقى حاجه رائعه بالضبط. صدقيني حضرتك هو هيحاول يلبس الصوره الجميله، هيبدا يمكن بيا هيبقى عنده حسن الظن. عند حسن الظن بالظبط. ثم هتبتدي هذه الصوره الجميله تبقى طبع وديدا. تمام. انما احنا للاسف الشديد زي ما قال مولانا بنفضح وبالتالي يلا يا طابت ولا اتنين عور بجملت ضرب الاعمر على الاعور العين وعلى الخسرانه خسران. لا ان شاء الله ندعو الله سبحانه وتعالى ان يستر عيوبنا عن كل خلقه برحمته وباحسانه ويامن روعتنا ان شاء الله ويستر عيوبنا في الدنيا وفي الاخره ويحشرنا في زمرة سيدنا رسول الله عليه السلام في الفردوس الأعلى دون سابقة عذاب أو عتاب أو حساب. متعنا بلذة النظر لوجه الكريم، جزاكم الله عنا خير الجزاء ونلتقي إن شاء الله. الصحبة إن شاء الله يوم الاثنين القادم هتبقى فيه مفاجأة جميلة كده عشان قطر تشرح الصدر بأصوات حلوة كده منشدة لله ولسيدنا رسول الله. فإن شاء الله نلتقي سويا ودعواتكم لينا إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.